الجميع بما تم تحقيقه من تقدم في نتائج الاختبارات التمس. أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على الدعم المتواصل لقطاع التعليم بجميع مكوناته. الإنجاز الذي تم هو إنجاز مستحق لقطاع التعليم، مستحق للوطن، لأن الوطن قدم الكثير والكثير من أجل قطاع التعليم. حجم التغيير الذي صار في قطاع التعليم والمشاركة الكبيرة سواء من مدراء التعليم، سواء من الإشراف التربوي، سواء من مكاتب التعليم، سواء من قيادات المدارس، سواء من المعلمين والمعلمات، الجميع شارك في عملية التحفيز من أجل تحسين نواتج التعلم في اختبارات تيمس. فهنيئا لكم ولكم مني الشكر، ولجميع المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب والطالبات كل الشكر والتقدير على استيعابهم لمهمتهم واستيعابهم لواجبهم واستيعابهم لاستحقاق الوطن في هذا الشأن. عندنا أيضا تحدي، ترى هذا من أكبر التحديات الآن في وضعنا مع التعليم عن بعد، كيف نستطيع أن نعلم الطالب مهارات لغوية عن بعد، أن نحقق في الرياضيات للثاني متوسط. هذا الفرق في عملية التحسين يدل على أن احنا قادرين في الدورة القادمة، لأن عندنا وقت أطول، عندنا مجال أوسع للاستعداد للتحسين أكثر وأكثر في كلا المادتين. فارقنا حطنا في المركبة الرابعة في درجة التحسن أو التقدم في درجة الرياضيات بين دول المجموعة، والمرتبة الثانية بين دول جي 20. ألف مبروك للجميع، لكن ترى يجب أن لا ننسى أنه عندنا اختبارات في 2022 مستهدفاتها أعلى بكثير، عندنا اختبارات في 2023 مستهدفاتها أعلى بكثير. الطموح والأمل فيكم أكبر بكثير مما تحقق، وأنا أعرف وأيقن بأنه قادرين بإذن الله على تحقيقها.